يا صباح الخير عليكم بنات، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. رجعت لكم بفيديو جديد. الصراحة اليوم صحيت وشهيت الفطور مو مرة، بس انا بالنسبة لي لازم افطر، وجبة الفطور عندي مرة مهمة، فسويت لي توست بالجبنة مع شيبس، افضل فطور وفي نفس الوقت كمان مرة سريع. فالحين راح افطر واتابع مسلسلي، وزي ما انتم شايفين بعنوان الفيديو تجهزوا معايا. اليوم انا طالعة على عزيمة عشاء، راح اوريكم ايش راح البس والمكياج اللي راح استخدمه لليوم. بصراحة محتارة بكذا لبس راح افطر، وبعد كذا راح اقرر ايش راح البس، لان صراحة من امس وانا محتارة أي لبس ألبسه لليوم. Efendim Aslan, bu sana bakalım. Sen aradığına göre komün. صراحة حست شوية بالدولاب وقعدت أشوف أي لبس ألبسه لليوم. بصراحة محتارة بين لبسين. الحين راح أبدأ عناية، راح أستخدم هذه اللصقات، مرة تجنن، من ميني سو. سويها تقريبا ولمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة، وبعدين تشيليها، حقيقي مرة نظافة، مرة أحبها صراحة. كل ما تخلص من عندي أروح أخذ منها، لأنها بصراحة مرة تجنن. وفي نفس الوقت راح أعمل ماسك على وجهي كذا مرة سريع، راح أستخدم هذا الماسك لليوم كذا، عناية خفيفة لطيفة قبل الميك اب، بحيث لما تيجي تعمل المكياج يكون كذا نظيف مره مرتب. يلا الحين راح اسوي هذه اللصقات، بس لازم اول ابلل المنطقه اللي راح اضيف لها اللصقه، لانه اللصقه بنات تلصق انا منطقه مبلله. وبعد كذا بعد ما انزل اللصق بعدين راح اعمل الماسك. زي ما تشوفوا حابة اوريكم الفستانين اللي مرة محتارة بينهم. طبعا حطيت اللصق على انفي، بس راح انتظر لمدة 15 دقيقة الين ما يخلص وقت اللصق، بس قلت خليني اوريكم. انا هذا مرة عاجبني، وتقريبا الجو الحين صار مرة برد، يعني حتى بالليل فالجو راح يكون شوي بارد. اتوقع انه راح يطيح الاختيار على هذا الفستان. اما بالنسبة لهذا الفستان مرة حلو انيق، مرة يجنن باللب، لكن زي ما انتم شايفين ابدا ما يناسب الشتاء، يعني راح اموت من البرد. هذه الشنطة من تيدي بلايك، راح أعطيكم رأيي بنات بكل أمانة. أول ما فتحت الشنطة وشيكت عليها أول ما وصلتني، شنطة حقيقي رائعة، مرة جميلة. أول شيء مصنوعة من الجلد الفاخر، وغير كذا نظافة الخياطة بنات اللي هنا الموجودة، حقيقي مرة احترت من جمال الشنط اللي موجود عندهم. راح أفتحها معاكم الحين، حقيقي تصميمها جدا رائع. طبعا يجي معاها الستراب. الشنطة جدا واسعة من الداخل، تقدر تشيلي فيها أغراضك اللي تحتاجيها، وبرضو كمان فيها من الخلف اللي هو السحاب. هنا موجود اللوجو اللي هو تيدي بلايك. تيدي بلايك متخصصين في بيع الشنط، عندهم تشكيلة واسعة من الشنط، مو بس هذا الشكل. الشنطة هذه صنعت في إيطاليا وعبر مصممين إيطاليين. هذه الشنطة اللي راح ألبسها لليوم، أحس إنها جدا مناسبة عزيمة للطلعات، لأنها حقيقي مرة أنيقة. معاها هذا كذا تقريبا ينحط على الشنطة من هنا، وهذا الستراب بنات حقها. اصلا بنات لو تلاحظون دقة الشغل على الشنطة والخياطة اللي جاية بالطرف جدا انيق وجدا نظيف. راح احط لكم بنات جميع الروابط اللي تخص تيدي بلايك، سواء للانستغرام او للطلب، تحت صندوق الوصف. كود خصم يخصم لكم من قيمة طلباتكم تقريبا حوالي 30 دولار، يعني ما يعادل 100 ريال. اخر شيء حابة اقوله لكم بنات، نفس الشنطة هذه اللي انا طالبتها في منها الوان جدا كثير، انا حبيت اختار هذا اللون تقريبا. هذا الشنطة وهذا اللبس اللي راح البسه لليوم. 7 hours later. يا اهلا مره ثانيه. اذكر اخر مره صورت اللي هو فقره اختيار اللبس،
وبعدها اختفيت، قعدت مع ولدي شوي لان زي ما تعرفوا انا راح اطلع وراح اخلي عمر، بس حبيت اقضي معاه وقت طويل. تو فضيت اخذت لي شاور، والحين راح اوريكم ايش راح استخدم بعد الشاور. راح استخدم هذه البودره من ديور، وراح استخدم ارزه لبنان اللي اخر مره اخذتها. وطبعا مره احب قبل استخدم البودره بنات احب ارطب جسمي كامل بكريم جونسون، حقيقي ترطيبه مره حلو، فمره احب صراحه جونسون، يعني دائما تشوفونه بكل مكان، يعني حتى انا ماخذه منه تقريبا حوالي 4 علب وموزعه هذه العلب على كامل البيت. بصراحة الفكرة في بالي مرة من زمان، وأول ما خرجت على السوبر ماركت أخذت الفليك أزين فيها قهوتي، وبالذات تحديدا عملت قهوة حارة مع أنه مرة في خاطري بقهوة باردة، بس عشان أجرب القهوة بالفليك. فتحت الفليك قبل أكسره، تعرفون مع البرد ما شاء الله الفليك قاسي بشكل ما تتصور. الفكرة كانت في بالي مرة حلوة وكانت خيالية، لكن مرة مو نفس اللي في بالي، بس يلا تجربة. أتوقع يمكن لو سويتها بالشوكولاتة البودرة حتطلع مرة روعة ومرة أحلى. توقعت إنه الفليك يعني حيكون خفيف كذا ويتناثر، تطلع مرة شكلها واو، بس حقيقي لا بأس. طبعا انا دحين ماخذه وضعية اللي ما ورايا شيء، ورايا اسوي شعري وكمان اعمل شوية ميك اب. طبعا انا اجلت فقرة القهوة عشان اصحصح، لان زي ما تعرفوا صحي شوية بدري نوعا ما، حاسة خلاص بدأ يجيني خمول وبدأ يجيني نوم، فلازم اشرب قهوة عشان اصحصح. اوكي كذا انا طلعت الميك اب اللي راح استخدمه، لو في ناقص راح اطلع من الدرج الحين، بس هذا اللي شفته قدام وجهي وطلعته. فاول شيء راح ابدا بماجيك فينيش، ما هو زي البرايمر مره حلو كذا، يخلي البشره حقيقي مره حلوه. انا للامانه احب استخدم الجل، ما احب استخدم الباودر. مخلص اسوأ شيء ممكن صاد فيه في حياتي، ودائما اقول لما انزل السوق راح اخذ جل حواجب، حقيقي انزل وارجع وما اخذ الجل. شوفوا كيف الاثنين مخلصين، راح احاول اطلع قد ما اقدر. One hour later. باليوم البخور آخر شيء. وبس والله الحين انا طالعة، طبعا زي ما تشوفون خلف الكواليس حاطة الستاند فوق هنا عشان اصور، ولا احكي لكم عن الحوسة راح ارتبها اول ما ارجع ان شاء الله باذن الله. يا صباح الخير، امس رجعت شوي متاخر بصراحه، جيت لقيت البيت فوق تحت فما قدرت صراحه على طول رحت نمت، بس اضطريت اني اصحى لان عمر لازم يروح عند دكتور الاطفال، عنده تطعيمة تقريبا السنة ونص. فحقيقي صحي والله غصبا عني، مو قادرة مرة في نوم، وبصراحة ما يمديني افطر. الحين قاعدة ارتب البيت، قاعدة ارتب الاشياء اللي مرة حايسة، ما شاء الله عمر نزل كل غرض في البيت نزله قاعد يلعب فيه، وراح ارد على كذا ايميل واصلني، وبعد كذا راح اصحي عمر ونلبس.
راح أسوي كيكة الكورية، أتوقع كذا اسمها، من الأشياء اللي مرة مرة نفسي أضبطها الكيك أو تزيين الكيك، حاجة مرة حلوة. الكيك بالفانيليا، أخذت كيك بيت كروكر وعملت نفس المقادير اللي موجودة ورا الكرتون، وسويتها من أمس عشان خلاص تصير جاهزة وتصير متماسكة أكثر. وطبعاً للحشوة بنات داخل الكيك، طبعاً هنا حطيت فيمتو، راح تصير أشرب الكيك عشان الكيك يصير معايا طري، فحطيت فيمتو وكمان خففته بشوية موية، وكمان هنا عندي توت هرسته راح أحطه برضو كمان بالوسط داخل الكيك. عملت الكريمة قبل، الكريمة الحمد لله هذه المرة مرة ضابطة. عرفت أنا غلطي زمان إيش سويت، أنا زمان جبت العيد يعني كان تمام، عملت كريمة خفق وسكر بودرة، بعدين عملت زبدة المرة اللي فاتت عشان كذا خربت علي الكريمة. حأصور لكم كذا أنا على السريع، وأكثر مرة راح اصور ريلز على الانستغرام، فروحوا تابعونا على الانستغرام لو انتم مو ضايفيني. فيلا مره متحمسه. اوكي زي ما تشوفوا بنات، نوعا ما الحمد لله ضبطت معايا، مع انه والله كنت مره خايفه انه ما يضبط. فانا محتاره بين تزيينين، وسالت في الستوري الانستا وحطيت كذا خيارات، واغلبهم اختار صوره رقم واحد، وان شاء الله انها تضبط معايا. هي تقريبا نوعا ما مره سهله، ما راح ازين من الجوانب ولا شيء، كل التزيين راح يكون من فوق. يلا راح ابدا الحين، هذه الخطوة جدا مهمة، لأن لو خرب حاجة بسيطة راح تنعدم الكيكة كلها. بصراحة طعمها رائع. نزلت الطريقة بنات كلها على الانستغرام قبل لا ينزل الفيديو، اول مرة يصير يعني حركت على شوية على اليوتيوب. تقريبا اغلب المتابعين في الانستغرام طلبوني او سألوا عن مقادير الكيكة وعن مقادير الكريمة، فحبيت انزلها. فلو انتوا برضو كمان بنات حابين تسوون نفس هذا الكيكة، كل المقادير بنات نزلتها في بوست، كتبت تحت البوست كل الاشياء اللي استخدمتها للكيك. وطبعا الحين راح اروق على كيكتي وراح أقرأ هذه الرواية، حاطة فاصل. للأمانة الرواية نوعا ما مرة حلوة يعني للآن كذا جميلة، بس زي ما قلت لكم أنا من الناس اللي مرة ما أحب أقرأ كتب، مرة مو جوي إني أمسك كتاب وأقرأ. بس بصراحة يعني أقرأ لي في اليوم تقريبا صفحتين بس. راح أقرأ الحين كذا كم صفحة شوي، وراح أروق على كيكتي